سلمى، مع انتهاء شهر أيلول المخصص عالميا للتوعية بسرطان الأطفال ودعما لهؤلاء الأطفال، أقيم ماراثون بدنا نركض لبسمة، ويهدف الماراثون الذي تنظمه جمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان بسمة للمرة الثالثة. أكيد نرمين، إجا هذا التعاون طبعا مع الاتحاد الرياضي لألعاب القوى البدنية بختام شهر التوعية لسرطان الأطفال لجمع تبرعات طبعا لدعم البرامج اللي بتقدمها الجمعية للأطفال المصابين بالسرطان، واللي هن مسؤوليتنا جميعا وكلنا قادرين على المساهمة. لنحكي أكثر على الشهر وعلى الماراثون وعلى النشاطات، بصيرنا يكون معنا كاتيا شطة أمين سر جمعية بسمة. يسعد صباحك كاتيا. مرحبا، يسعد أوقاتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نحكي عن مجمل النشاطات اللي كانت خلال شهر أيلول للتوعية بسرطان الأطفال. هلا نحن بالعادة بشهر أيلول بنستغله للتوعية لأنه هو شهر التوعية بالنهاية، بس هلا صار لنا سنتين برنامج توعية عندنا بالجمعية موقف بسبب الكورونا، فما قدرنا يعني بالعادة نعمل نشاطات توعوية أكبر بكثير من هيك. فهي السنة يعني انحصر بس بالماراثون اللي اختتمنا فيه شهر التوعية. طبعا التوعية كانت على مدار الشهر على السوشيال ميديا، يعني اللي متابع صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك شاف انه نحن كان في عنا يعني اسبوعيا في بوستات كثير كلها للتوعية والاشارات الانذارية للسرطان الاطفال، وانتهينا بالماراثون مثل ما قلتي. يعني عم نشوف مشاهد يمكن على الشاشه وانت عم تحكي عن الماراثون اللي اقيم يوم الجمعه وكان هو للمره الثالثه. خلينا نحكي شو اللي كان مميز هي السنه بهذا الماراثون، ونحن بنعرف ماراثونات بسمه دائما هيك بيكون مليانه فرح وبسمه اكيد للاطفال. مثل ما قلتي عن جد يعني كان نهار من الطاقه الايجابيه الفظيعه. هي السنه يعني مو يعني كل السنين الى 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 ميزه صغيره، بس انا هي السنه بالنسبه لي كان كثير كثير حلو وكان ميزته كثير اكبر. ما بعرف هو كان تفاعل العالم اكبر، يعني من وقت ما اطلقنا نحن انه بدنا نعمل ماراثون والعالم كثير تفاعلت معنا على السوشيال ميديا والاتصالات، وكل عالم صار بده بطاقات وتشارك معنا، وبالفعل كان الاقبال كثير كثير كبير بالماراثون. يعني هذا بيدل على محبه العالم، ومثل ما قلتي انه يعني صارت العالم تستنانا من سنه لسنه حتى نحن نعمل ماراثون، لانه يعني هو دائما فيه شيء بصمه مميزه وشعور حلو انك انت عم تمشي وبتعرفي انك انت عم تمشي لهدف، انك انت تدعمي ماديا بحق البطاقه للاطفال، ومعنويا للاطفال المصابين بالسرطان وقت يشوفوا كل العالم عم تمشي كرمالهم انه نحن بنساندكم نحن معكم. فيعني له معزه هيدا الماراثون عنا. اكيد متعودين مثل ما ذكرنا كل سنه انه بس ما يكون في الى ماراثون للتوعيه. خلينا نحكي عن ابرز المشاركين يلي كانوا ضمن هذا الماراثون، هيك اجواء علقت او مواقف علقت بذاكرتك من هذا الماراثون، لانه ذكرتينا ركزتي كذا مره انه كان مميز عن السنوات الماضيه. هلا كان مميز اول شيء بالعدد الحضور، اوكي يعني كان نسبة بالحضور كثير عالية هي السنة، بعتقد أكثر من السنين الماضية، فهذا كان لحاله شيء كثير إيجابي وحلو. هلا الحلو إنه كان في نسبة طلاب كثير كبيرة، يعني بتحس هيك مجمعين من عدة مدارس وطنية البشائر كذا شوي، يعني كلهم كانوا جايين بمجموعات، فبتحسي يعني هيك في تكاتف، بتحسي يعني نحن هذا اللي لقيناه مميز. وغير إنه العالم يعني مثل ما قلت لك انه هن كيف عم بيجوا لعنا وعم بيحكوا لنا عن الماراثون، وبس لخلص الماراثون ورجعنا كنا عاملين مثل حفله دي جي على مسبح الشيراتون، وكان في عده شركات غذائيه عم توزع اكل، في منها مجانا وفي منها بيع يعني مثل تذوق. العالم بس رجعت من المشي تجي لعنا وتتشكرنا انه قديش كان حلو المشي وقديش انبسطنا وكان نهار حلو وطقس حلو وكل هالامور هي، فهذا كان مميز بصراحه وجود العالم معنا. اكيد ويمكن كمان كان مميز خليني اقول الرياضيين اللي كانوا مشاركين. يعني نحن دائما بنشوف بكل الماراثونات الحقيقه دائما عندنا لاعبين الرياضه او المنتخب او الابطال بينزلوا بيشاركوا بيدعموا، حتى الفنانين كنا نشوف فنانين بينزلوا بيدعموا. يمكن بطلنا السنه اللي طبعا حاز على الميداليه كان موجود معنا، اسعد بدنا نوجه له تحيه، نقول اسعد صباحك. تحيه كبيره. هو اللي اطلق نقطه البدايه لما بدا العالم تمشي. فمثل ما قلتي حتى كان مشارك معنا نادي السيارات السوري هي السنه، فكان يعني حضورهم كمان كثير حلو وكبير.
وبهي المناسبة عن جد بدي أشكر كل شخص يعني ساعد وساهم لحتى نجح هيدا الماراثون. يعني في عنا مجموعة من البنوك وفندق الشيراتون كانوا هن رعاة هي السنة من الماراثون، وعن جد الفضل لهم نحن قدرنا يعني كل سنة عم نضل مكفاهين يعني. وطبعا لكل حدا قدر يشتري بطاقة ويساهم معنا يعني هذا كله ساهموا بإعطاء فرصة شفاء وعلاج لكل الأطفال المصابين بالسرطان لجمعية بسمة. فيعني أنا من خلالكم عن جد بدي أتشكر كل حدا اشترى بطاقة. كاتيا، بكل نشاط بتقوم في جمعية بس ما دائما بتركزوا على رسالة التوعية وأنه الاهتمام بهدول الأطفال هو مسؤولية اجتماعية للجميع. خلينا نتعرف من حضرتك على أبرز اليوم الخدمات اللي عم بتقدمها بس ما لهدول الأطفال. تمام، هلأ جمعية بس ما بتشتغل على عدة برامج وبتقدم مجموعة من الخدمات. هلأ نحن بنقدم الدواء المجاني للأطفال بيوحد الأورام بمشافي الدولة من أسد الجامعي، البيروني، المواساة ومستشفى الأطفال. فنحن بنقدم الدواء الغير متوفر بالسوق بس ما هي اللي بتأمنه يعني. فأحيانا هذه النسبة بتتراوح يعني بتوصل ل 90% عم بيكون في انفئاد للدواء، وبس ما هي اللي عم بتقدم هذا الدواء عم بتعوضه بهدول المراكز. فهيدا برنامج كتير مهم وكبير اللي بتقدمه. في عنا برنامج الدواء اللي هن في بعض الأهالي اللي هن بتختار أنه تعالج أطفال بمشافي خاصة على نفقتها، فبس ما هي بتقدم الدواء وهن بيقدموا استشفاء الأهالي بأي مستشفى هن بيختاروها. بس نحن أهم برنامج وأكبر برنامج عنا هو برنامج وحدة بسمة التخصصية بالبيروني بسعة 34 سرير داخلي و15 خارجي. هيدا نحن تقريبا شهريا عم نستقبل فيه 30 طفل من كافة أراضي سوريا يعني من جمهورية عربية سورية كلها، نحن من كل المحافظات بيجوا لعنا للاستشفاء. نحن هيدي الوحدة نحن كتير منعتز فيها يعني، وبتمنى أكيد أنتو شي نهار تجوا تزورونا فيه بس تخلص الكورونا أكيد، لأنه هي معايير كتير عالمية وعالية هي الوحدة. يعني مستوى الخدمات اللي نحن عم نقدمها فيها كتير مستوى عالي، وعم نراجع عم نقدم فيها أهم البروتوكولات العالمية لسرطان الأطفال. فهيدا من أهم البرامج. نحن نسب الشفاء عنا بالوحدة كتير عالية وبتقارب نسب الشفاء العالمية، فهيدا عم ياخد منا كل جهدنا. بس طبعا أكيد. بالمقابل هو كمصروف هو مصروفه كتير عالي وعبء كتير يعني. نحن بعد ما توسعنا هذا عمل علينا عبء كتير كبير. نفس يعني هو سيف ذو حدين. طبعا نحن كنا أكيد. كتير سعيدين بهي التوسعة، لأنه ما عدنا قلنا لولد ما عنا إلك عنا محل بوحدة بس ما. يعني عم ناخد تقريبا 30 ولد، بس بالمقابل صارت عنا مسؤولية أكبر وتحدي أكبر. مسؤولية أكبر ومادياً كتير 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 كبير. يعني نحن شهرياً جمعية بسمة بكل برامجها عم نوصل تقريباً هلأ صرنا عم نطحش 200 مليون ليرة سوري كل شهر كل شهر. الدواء كتير كتير غالي يعني، وما حدا بيعرف هيدا الشيء لبعيد الشر يمر بشيء اسمه سرطان لحتى يعرف أنه قديش مشواره طويل وقديش كلفه عالية والدواء قديش غالي وقديش صعب الحصول عليه كمان بهي الايام بظل الحصر الاقتصادي وكل شيء عم يمر فيه سوريا. اكيد. فيعني يعني انا بدي اقوله من خلالكم انه وحده بسمه عن جد بحاجه اي حدا عم يشوفنا يدعمنا لو طبعاً. بمبلغ كثير كثير صغير، بس هو فعلا بيحدث فرق باخر السنه عم بيعمل فرق كثير كبير. لهيك انا كان بدي اسالك يعني السنه الماضيه تقريبا او اواخر السنه اللي قبلها بلشتوا بحمله الف لبسمه اللي هي كانت مع بدايه الجهود للتوسع ب طبعا الوحده، وكان في عندكم حملات ترويجيه كثير حلوه من مشاركات لفنانين افلام قصيره انعملت وكان لها صدى كبير. وطبعا الرقم اللي حاطينه هو رقم كتير كتير بسيط، يعني انه ألف هي فعلا ممكن ما بتأثر على حدا واي اسرة بتقدر انه هي مزبوط. تتبرع بهذا الرقم، ولكن هي الألف فادتكم كتير ومنها كانت الوحدة. خلينا نقول لساتنا مكملين بهي الحملة، قدي اصداء وقدي فعلا استفدتوا عليها. نحن كانت نجاحها كتير كبير. اول مرة مثل ما قلتي لما عملناها بال 2019 تماما. عملنا حملة مليون بسمة واحد، هي كانت تجربتنا الأولى بهيك شيء، إنه نحن بدنا العالم كل تكاتف كل العالم على رقم كتير صغير. على رقم مليون بس. تمام، يعني ألف يعني مليون سوري يعطينا ألف ليرة جبنا مليار. يعني فهي كانت تجربتنا الأولى وكانت تجربة كتير ناجحة. يعني بعد ما خلصت مدة الحملة ظلت العالم عم تتصل بمقر الجمعية وعم تسأل إنه بدها تتبرع بألف ليرة
بس كان وقتها خلصت الحمله، فنحن قررنا نرجع نكرر التجربه لانه كانت عن جد ناجحه كثير. فهي السنه نحن رجعنا عدناها بس بمده زمنيه اطول. نحن بلشنا تقريبا من نص شهر رمضان، يمكن نص نيسان يعني تقريبا، ومستمره لاخر السنه. يعني لسه في ناس تتبرع، تمام. يعني هلا لساتنا فينا نساعد بالبسمه، تمام. فهي مثل ما قلتي 1000 ليره هي ولا شيء هالايام، يعني اي حدا فينه يساهم بشفاء طفل مصاب بالسرطان ب 1000 ليره بس. فهو يعني داخليا بيعطيكي رضا انك انت ساهمتي بعلاج طفل، وبنفس الوقت هي بس ب 1000 ليره. فنحن بالعكس عم نعطي فرصه لكل العالم انه تساهم بعلاج طفل ب 1000 ليره بس. وهي هي السنه نحن الشيء الجديد عليها لهي الحمله انه نحن رخصتنا بكل سوريا بكل المحافظات من دار المصاري. اول مره كانت بس بمحافظه دمشق، هلا بكل سوريا. فنحن متأملين انه لاخر السنه عن جد نجيب 100% من الرقم اللي نحن بنسعى له. يعني هذا شوي بيعطينا 5-6 شهور لقدام بجمعيه بسمه، نحن ضامنين نحن حنضل فاتحين 5-6 شهور عم نقدم خدماتنا للاولاد كلها. فعن جد بتمنى من خلالكم، نحن حدا بسمعنا في نقاط تبرع بكل المحافظات السوريه وبدمشق موجودين على صفحه جمعيه بسمه. فأي حدا بيقدر يتبرع ب 1000 ليره فهو بيكون عم بيساعدنا. في اشخاص يمكن كاتي عم بيسمعوا حابين يقدموا خدمات اكثر من 1000 ليره، كيف ممكن يتواصلوا معكم؟ ممكن في شباب اليوم عندهم طاقات حابين يقدموها لجمعيتكم، كيف ممكن يوصلوا لكم؟ هلا التبرع المادي يعني في نحن عندنا مجموعه من البنوك عندنا حسابات فيها، اي حدا بده يتبرع فينا يتبرع عن طريقه، او فينا يبعث اس ام اس، يعني هيك اسهل طريقه. ال 1000 ليره فيك على ام تي ان وسيرياتيل، سيرياتيل 1077 تبعتي كلمه بسمه، ام تي ان 1299 بسمه بتكون عم تتبرعي ب 1000 ليره. هلا بالنسبه للشباب اللي حابين يتطوعوا بجمعيه بسمه، نحن حاليا مسكرين باب التطوع للسبب، يعني اول شيء لانه بسبب الكورونا نحن في عدة برامج موقفة، اللي هي برنامج الدعم النفسي والبرنامج التوعية، كل هدول اللي كنا ياخذوا كثير طاقات شبابية بحاجة متطوعين، تماما بحاجة متطوعين، هلا موقفين. فلهيك نحن هلا مانا عم نستقبل متطوعين جداد هي الفترة، ان شاء الله اذا خلصنا من هالكورونا بتمنى. اكيد، ويمكن يعني هي المسؤولية هي مسؤولية مجتمعية ومستمرة، بس ما فريق كثير كبير وموجود، يعني يمكن صار بكل المحافظات نشاطات بحمص وغيرها من المحافظات كانت عم بتصب لبسمة. خلينا نحكي عن هذا، خلينا النشاطات اللي صارت بالمحافظات وقديش اليوم صرتوا عم بتشوفوا. بنعرف نحن انه الاهالي بتيجي من محافظات للشام، هلا صرتوا عم تعملوا لهم فعاليات بمكانهم يعني. مزبوط. هلا نحن وحدة بسمة، جمعية بسمة هي موجودة بس بدمشق، يعني أي حدا بده يعني أي طفل مصاب بالسرطان بده يتعالج فهو مجبور يجي بصراحة إذا بده يكون عند بسمة على مدينة دمشق للاستشفاء أو وحدة بسمة، أو إذا هو بده يختار أي واحد من الأورام. بس هي الشيء اللي نحن عم نشوفه بمحافظات واللي هو كثير كتران، وانا عن جد بشكرهم كثير، فعاليات الدعم هي مبادرات فرديه شبابيه من العالم لحالها تبعت لنا نحن حابين ندعم جمعيه بس ما نحن بدنا نعمل. نحن يعني شفتي هلا كان في ماراثون عملوا جي سي اي حمص، بصمه حب. ايه تماما، بصمه حب. فهيدا كان مبادره فرديه يعني من جي سي اي حمص انه هن بدهم يعملوا شيء ليدعموا بسمه. فنحن كثير بنشجع هاي المبادرات اللي بتصير بالمحافظات، لانه نحن كثير صعب علينا يعني تطلع او تتحرك كثير، يعني بنطلع احيانا وبندعم، بس يعني بشكل عام لما اهالي المحافظه هن بيقوموا بالشيء فهي شغله كثير نحن بنعتز فيها. كاتيا، بنعرف جمعيه بسمه هي جمعيه طموحه ومن اهم الجمعيات اليوم الموجوده على ارض الواقع بنشاطاتها او بكميه وحجم الدعم يلي عم بتقدمه. خلينا نحكي عن خططكم المستقبليه، دائما انتم بتحطوا اهداف قريبه او بعيده اذا بدنا نقول، وبتحاولوا دائما تحققوها. هلا اول هدف نحن نجيب المليار ان شاء الله لاخر السنه بهمه الشعب السوري كله، ان شاء الله بنوصل للمليار. هلا نحن حاليا يعني هلا طموحنا دائما طموحنا انه نستقبل كل الاطفال، انه ما نقول لولا ولد نحن ما لك عنا محل. فاذا بدك تحكي عن الطموح، طموحنا يكون عنا قصه اكبر من هي الوحده اللي نحن نقدر نكون بمئات الاسره ونستقبل كل الاطفال سوريا ونعطيهم كلهم فرص حقيقيه عادله للشفاء. يعني هذا اللي نحن بنطمح له دائما، فيعني ودائما عم نشتغل على هيدا الاساس انه كل اطفال سوريا يجوا بقى على وحده بسمه.
لانه بنعرف نحن شو الخدمات والميزات اللي نحن عم نقدمها. اكيد، ويمكن عم نشوف تضافر الجهود على جميع المستويات لدعم طبعا سرطان الاطفال. خلينا نحكي شوي اليوم، نحن بنرجع نكرر دائما الرسائل ونقول كل واحد فينا قادر وكل واحد فينا مسؤول، كل واحد بيقدر بألف ليرة أو بأي شيء بتصرف بسيط أنه هو يساعد ويدعم بسمة. اليوم الدعم النفسي شوي متوقف بسبب الكورونا، ولكن أنتوا شغلكم مع الأهل لساته مستمر. هاي نحكي أهمية هذا الشيء، لأنه نحن اليوم يوم عن يوم المشكلة بتزيد ما بتوقف، وأنتوا أكيد ما فيكم ترجعوا لورا، بكم تستمروا لقدام. صح صح. هلأ مثل ما قلتي، هي أول شيء قضية سرطان الأطفال هي قضية مجتمع، يعني هي معنا قضية بسمة لحالة. صحيح. نحن عم نخدم لكل أطفال سوريا، فيعني لازم كل العالم تتضافر. ساعدنا، يعني نحن لحالنا ما بنقدر نقدم شيء. وهي لهلا بسمة أصلا بعد 15 سنة موقفة على رجليها، هي بسبب المجتمع السوري اللي هو اللي عبي نحن تمويلنا ذاتي، يعني لو ما في متبرعين وعم يقدموا ويعملوا فنحن كنا سكرنا اكيد من زمان كثير، فهو اكيد بفضل المجتمع السوري نحن هلا لساتنا واقفين. هلا اهميه الاهل والمسانده لهم، يعني كل الدراسات اثبتت انه لما يكون في دعم عائلي للطفل المصاب بالسرطان فهو بتكون نسب شفائه اعلى. يعني لما تلاقي الولد هو بعائله متماسكه وعائله محبه وعائله متفهمه، فبتلاقي الولد عن جد بتكون نسب شفائه اعلى من الولد اللي بعائله مفككه ولا عائله ما انا فهمانه شو عم بيصير ولا ما. يعني في بعض العيال لليوم عن جد بتلاقي الطفل مصاب بسرطان بيحطوه بغرفه لحاله نايم عشان ما يعدوا اخواته ويصير معه سرطان. هو ما بيعد، هو اللي هو اكثر شيء بحاجه حب ويكون قاعد مع عائلته واخواته واهله. فيعني لليوم بتشوفي هيك قصص صغيره اللي بتحسي بدها توعيه كثير. قصه يعني مثل هالمثال في كثير امثله كبيره، فنحن دائما بنشجع الاهالي وبنشرح لهم قديش هيدا الشيء مهم انه هن يقدموا الحب والحنان. والطفل المصاب بسرطان هو اكثر حدا بحاجه انك انت تضميه وتقعدي معه ويقضي وقت مع اخواته، هذا اللي رح يساعده على الشفاء. فهون بتجي اهميه الدعم النفسي، الدعم النفسي للاهل وللطفل. إذا كاتين لما نحكي نحن بس ما بحاجة الدعم النفسي والمادي وكل أنواع الدعم، مثل ما ذكرنا خلال الحلقة أنه هو مسؤولية اجتماعية للكل. بدي أسألك عن اليوم الأشخاص اللي موجودين بالوحدة، كيف بتم، يعني حكينا ركزنا على نقطة أنه درجة الرعاية اللي عم تتقدم لهم هي أكثر من جيدة جدا ممتازة فينا نقول. خلينا نحكي اليوم كيف كمان خصوصا بظروف كورونا الصعبة كيف عم يتم العناية بصحتهم. هلا بظل الكورونا شغلة كثير صعبة بصراحة. نحن وحدة بسمة إذا بدي أقول فيها 80 موظف طبي وما حول الطبي، هدول كلهم تابعين لجمعية بسمة. يعني جمعية بسمة بتقوم بنفقات وحدة بسمة من ألف للياء، من الكادر الطبي وما حول الطبي لكل شيء موجود فيها، وأدوية وأكل من قدم وجبات وكذا وكل هدول الشغلات. فكتير صعب نحن بظل الكورونا أنه نقدم نحن هيدا الشيء، يعني أنه تحافظي على التعقيم، وانه الاهل نحن لانه في بيجي مرافق مع الولد الام صحيح. مسموح تنام مع ابنها بالوحده عنا، فانك انت بظل الكورونا تضلي انت عم تحاولي انك تتابعي موضوع اجراءات الوقايه والنظافه. تمام، يعني هيدي كانت مهمه كثير تحدي صعب اكيد. بس لا الحمد لله لهلا نحن كل شيء تحت السيطره وامورنا منيحه الحمد لله. اكيد. كاتي قبل ما نختم سريعا، كم بس ما ادخلتوا اليوم لقلوب السوريين ولامهات وابهات، والله يشفي الكل وما حدا يصيبه شيء باولاده وتضلوا بخير وصحه. قديش خلينا هيك نحكي اذا في عنا ارقام قديش ادخلتوا بسمات وقديش كان في عنا نسب شفاء؟ هلا نسب الشفاء انا صعب اقول لك نسب الشفاء، انا بقدر اقول لك انه بوحده بسمه بتوصل تقريبا ل 90% اللي هي نسب عالميه. بس ما بقدر اقول لك قديش نسب الشفاء، لانه ما فيك تقولي عن طفل انه هو شفي لبعد 5 سنين من شفاء من اخر جرعه كيمو اذا بدك تقولي، لانه بضل تحت المراقبه لمده 5 سنين انه ما ينتكس. فما بقدر اعطيك بصراحه ارقام عن نسب الشفاء حاليا، بس بدنا نقول بالارقام جمعيه بسمه شهريا بتسجل عندها تقريبا 60 طفل.
سنويا بتخدم تقريبا 1200 ل 1300 طفل بين دواء وكل البرامج تبعت جمعيه بسمه. نحن قلت لك ميزانيه بسمه الشهريه بتتجاوز صارت ال 200 مليون. صرنا مؤسسه 15 سنه. حاليا صرنا بحمله مليون بسمه، موصلين تقريبا ل 70% من الهدف اللي نحن راصدين له، وان شاء الله هال 30% بنسكرهم هالشهرين. يعني ان شاء الله لنوصل لهدول 30%. سريعا رساله ب 1000 ليره على ام تي ان او سريتيل، الارقام موجوده على صفحه بسمه على الفيسبوك. بدنا نشكرك كثير كاتيا لو شكرا لدعوتكم، شكرا كثير لكم. شكرا لك وشكرا لجهودكم، وتحيه اكيد لكل كادر بسمه. شكرا لكم. شكرا لك. اما هلا سلمى صار الوقت لنروح لموجز لاخر الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار.